إن إحنا جزء من العالم، نتأثر بما هو موجود من الأسعار العالمية، أسعار النقل يمكن اختلف، النقل والشحن، أسعار الخامات نفسها اختلفت وزادت، الزيادة اللي عندنا لا تناسب ولا توازي أسعار، زيادة الأسعار اللي عندنا لا توازي ولا تناسب الزيادة في أسعار مدخلات الإنتاج. احنا بس نبص للعالم كله نشوف قد ايه الاسعار فيها والزياده وصلت نسبه كام. لكن تاني باكد حضرتك ان يمكن الزياده اللي سمعنا عنها من فتره ودخلت الدوله يمكن في خلال يومين ثلاث ايام على الاكثر، والحمد لله لما تدخلت الدوله ووزاره الزراعه حصل توازن فوري في الاسعار وتراجع في الاسعار. الاسعار دايما انا عايز اقول لحضرتك اسعار، يعني ايه سعر مناسب؟ اللي هو سعر عادل يحقق لنقطة التعادل أو سعر التعادل ويزيد هامش ربح بسيط علشان المنتج يستمر في إنتاجه والمربي ما يهجرش الصناعة. وزي ما قلت لحضرتك قبل كده برضو، هجر منتج أو مربي للصناعة يكلف الدولة كتير، لأن لازم أستورد مكان ما هذا الناتج اللي كان ينتج من المربي أو المنتج المحلي. هدفنا الأساسي الحفاظ على الناتج والمنتج المحلي ودعمه بكل الوسائل وتوفير له الدعم سواء كان لوجستي أو فني أو مالي. إحنا أحياناً بنكون إحنا السبب في زيادة الأسعار، إن أنا بتوجه أو بشجع المنافذ التسويقية التي تغالي في الأسعار بتاعتها، رغم إن نفس المنتج ونفس الصنف ونفس الجودة موجودة في أماكن أخرى بأسعار أقل وأسعار مناسبة. الحاجة الثانية نبقى عندنا ثقة في الوزارة وثقة في الدولة، إن الوزارة مسؤولة عن توفير هذه المنتجات الغذائية، مش معنى إن السعر تذبذب أو ارتفع بنسبة بسيطة أجري وخزن. ويمكن إحنا رصدنا بالفعل اللي كان بيحتاج طبق بيت ابتدى يجيب طبقين وثلاثة سعر في الشهر اللي فات لما السعر علي، اللي كان السيدة اللي كانت يمكن بتجيب فرخة ولا اتنين ابتدت تجيب أربعة وخمسة وتخزن في الفريزر. لا، أنا بقول لحضراتكم فعلا إن إحنا مجرد إن إحنا تدخلنا وبقوة في الوقت المناسب على طول لقينا الأسعار تعادلت. الدولة لديها العديد من المنافذ التسويقية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لوزارة الزراعة، لوزارة التموين، لمؤسسة أمان، للمحليات، العديد من المنافذ التسويقية الحكومية. وبأكد هذه المنافذ التسويقية الحكومية وسواء كانت متنقلة أو ثابتة هي لا تنافس ولا تجابه القطاع الخاص، ولكن هي موجودة فقط علشان تعمل توازن في الأسعار واستقرار في الأسعار.